قدم صباح اليوم حاكم نادي الأسود الدولي لمنطقة إفريقيا المركزية حديثا صحفيا عرض فيه حصيلة الزيارة التي قام بها لتشاد، كان ذلك بحضور مختلف وسائل الإعلام وأعضاء نادي الأسود بنجمينه. نستمع إلى حديث الحاكم بترجمة السيدة رئيسة نادي الأسود بنجمينه هرموني السيدة مريم عبد القادر. النار معانا من يوم 25 جاي يزورنا، شاف نشاطات نادي الأسود الدولي في تشاد وقدر زار المسؤولين، مشى للأمدة وللوزيرة الشؤون الاجتماعية، بعد زار النوادي 6 نوادي هنا تشاد. مع طبعا لما يزور أي نادي بيقدم لي عمله السنوي في الإدارة في المالية، وبعدين في النشاطات اللي قدموا للطبخة الضعيفة في تشاد. نادي الأسود الدولي خش في تشاد يوم 13 شهر 9 1956، أول مرة الأسود تشاد يقدموا لما يكونوا فيها يحضروا فوق 700 أو 800 حول العالم يجوا يحضروا في تشاد. شكر نوادي تشاد في نشاطاتهم لمقدمة المساعدة للناس المحتاجين، وطبعا أخواننا في جيني كوناكري لقوا أزمة حق إيبولا، وكان في إدارة الجوفرنير السابق كيبا إيفاريست رسل مليونين سيفا يكونوا بقروش جلجيني 30 مليون، وقدر ساعدهم وشجع الشعب، شافوا كيف النوادي قدروا ساعدهم في وقت الأزمة، وعرفوا أنه النوادي كيف يقدموا مساعدات لأزمة عالمية. عشان كده هون كانوا 4 نوادي بين نشاطات ومساعدة هجتشات، قدروا بيجوا 14 اليوم، وقدم الشكر للنادي الأسود الدولي في تشاد. إذن بهذا الحديث الصحفي لنادي الأسود نصل وإياكم إلى نادي النشر العربية التي قدمناها لكم من الفضائية التشادية من الجميلة. أشكركم لوفائكم، حتى ألقاكم، دمتم في أمان الله، اللقاء.